خلونا ناخد معانا على التليفون ضيفنا العزيز دكتور حامد فارس المستشار السابق لدى جامعة الدول العربية. اهلا اهلا اهلا. سعيد بوجودي مع حضرتك يا فندم. يا بختي يا دكتور. يا بختي يا بختي يا دكتور حامد. يا فندم والله ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يخليك يا فندم. يعني خليني هحاول استبق الاحداث، ولكن انطلاقا من الكلمات اللي يمكن تفضل بها بعض من الزعماء والقادة العرب حتى الان، ماذا يتوقع دكتور حامد فارس في توصيات الجامعة؟ يعني سيكون هناك عدة توصيات، خاصة ان هذه القمة تعقد في ظروف استثنائية. في ظني وتقديري ان من اهم هذه التوصيات كيفية احداث تكامل اقتصادي للتغلب على الأزمة الاقتصادية العالمية والتي ألقت بظلالها نتيجة جائحة كورونا، وأيضا للانعكاسات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية. وفي ظني وتقديري أن هذا الملف تحديدا يا أستاذ يوسف هو الأهم، بالإضافة إلى الملفات السياسية ذات الأهمية المشتركة بين قادة الدول العربية، على اعتبار أن هو يعني طوق النجاة للمنطقة العربية، في ظل أنه لا يمكن لأي دولة من دول المنطقة العربية أن تتغلب على هذه الأزمات منفردة، سواء أزمة الأمن الغذائي، سواء أزمة الطاقة، وأيضا أزمة المياه، على اعتبار أن المياه هي جزء أصيل من الأمن القومي العربي. وبالتالي هذه الأزمات المتعددة التي ألقت بظلالها، لك أن تتخيل أن حجم الاستثمارات العربية في الخارج تتخطى الـ2000 مليار دولار، يعني 2 تريليون دولار، في ظل أن أوروبا الآن تعاني بشكل كبير من أزمات متعددة، سواء في قطاع الطاقة، سواء في قطاع البنية التحتية، سواء في قطاع الأمن. وبالإضافة إلى ذلك أصبحت الأموال العربية في ظل هذه المعطيات هي أموال مهددة بأن تفقد، وبالتالي لابد أن تبحث الدول العربية عن مكان بديل للاستثمارات العربية يحقق الرخاء والنماء اتفاقا واتساقا مع المصالح الاستراتيجية المشتركة، والعمل على تحقيق المنفعة المتبادلة للدول العربية. طيب دكتور حامد، خليني استأذنك في سؤال، انه يعني طول عمرنا نقدر نفهم جدا ونستوعب انه التراكمات الرأسمالية اللي بتبقى موجودة سواء اذا كان في اوروبا ولا جنوب شرق اسيا ولا في امريكا الشمالية، لما بيحصل تشبع استثماري في مناطقهم وفي اقاليمهم فبيبدأ يتوجه الى دول اخرى، فتلاقي مثلا الصين يحصل لها تراكم رأسمالي كبير جدا فعايزة تزود استثماراتها فتتوجه الى افريقيا، اوروبا تتوجه ما بين افريقيا واسيا، الامريكتين او امريكا الشمالية تحديدا كان الولايات المتحدة الأمريكية يستثمروا تحت في أمريكا اللاتينية، أحيانا إفريقيا، وطبعا في السابق كان في بعض الدول الآسيوية ومن ضمنها ومن أبرزها فيتنام. بس كل ده بيحصل لما يحصل لما بيكون عندهم تشبع. أنا كمنطقة عربية بقى لسه ما جراليش ولا 10% تشبع، أنا بحدف على بره ليه؟ مش الأول أخلص المنطقة؟ يعني نظرية مهمة جدا وطرح أكثر من جيد، لأنه يتفق مع الواقع. أصبحت هناك فرص استثمارية في الوطن العربي تحقق أعلى العوائد للمستثمرين العرب والأجانب، وعلى رأس هذه الدول التي أصبحت قبلة للمستثمرين هي الدولة المصرية، على اعتبار أن مصر والقيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي قامت بمجهودات جبارة ومتراكمة ومتزايدة في الفترة الأخيرة، عكست أن هناك بنية تحتية حقيقية ستكون جاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية وتحقق أعلى العوائد، بالإضافة إلى أيضا بنية تشريعية حقيقية، وهذا ما نشاهده. يعني لك أن تتخيل أن هناك عدد من المشروعات بعد توقيع الشراكة التكاملية الصناعية المصرية الإماراتية الأردنية وانضمت إليها البحرين منذ شهرين، لك أن تتخيل أن هناك مشروع القاهرة كيب تاون والذي يربط بين 9 دول أفريقية وعربية، لك أن تتخيل أن هناك مشروع الشام الجديد والذي من الممكن جدا أن يحقق استقرار كبير جدا على مستوى الآلية الثلاثية مصر والعراق والأردن، لك تتخيل أن مصر أصبحت قبلة المستثمرين فيما يخص مجال الطاقة المتجددة، وأصبحت تحارب وبكل قوة على أن يحزو المجتمع الدولي حزوها، في ظل أنها ستستضيف COP27 قمة المناخ، والاهتمامات الآن بالتغيرات المناخية يعكس حرص الدولة المصرية على توفير مصادر نظيفة للطاقة. ولك أن تتخيل أيضا أن حجم الاستثمارات
في الطاقة المتجددة داخل الدولة المصرية يتخطى 4.3 مليار دولار. كل هذه المعطيات تجعل الدولة المصرية هي قبلة للمستثمرين العرب، بالإضافة إلى عنصر مهم جدا جدا وهو عنصر الأمن الذي نجحت الدولة المصرية في توفيره بشكل كبير. كل هذه المعطيات تجعل أن هناك رغبة حقيقية لابد من تدشين تكتل سياسي اقتصادي تجاري أمني يكون دافعا للعمل العربي المشترك ومعززا له، ولا بد أن يتم تفعيل السوق العربية المشتركة. كل ذلك لن يتحقق إلا من خلال اللقاءات، يعني على الرغم من أن هذه القمة من الممكن جدا ألا تحقق كل ما تحدثت فيه، ولكنها حتى ستكون النواة للانطلاقة الحقيقية نحو تفعيل السوق العربية المشتركة أو حتى تعزيز وتعظيم العمل العربي المشترك باعتباره دافع مهم جدا لتحقيق الاستقرار في المنطقة العربية، وفي ظل أن رأس المال في أوروبا الآن استثماره هناك يعد خطورة داهمة طبعا عليه، وهو ما شاهدناه من على سبيل المثال عندما تم الاستيلاء على أكثر من 360 مليار دولار من الثروات أو من الأموال الروسية من قبل البنك المركزي الأوروبي. صحيح، أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور حامد، كل الشكر دكتور حامد فارس المستشار السابق لدى جامعة الدول العربية. لكن شوف، القاعدة بتقول أن الاقتصاد يحرك السياسة، على ما يبدو عندنا العكس.